بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح الكتاب متن القدوري للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. الله. لا يزال الكلام حول كتاب الهبة. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى والعمرة، يتحدث الآن عن العمرة والنقبة. قال والعمرة وهي أن يجعل داره له عمره، وإذا مات ترد عليه. قال وهي جائزة للمعمر له في حال حياته ولورثته من بعده لصحة التمليك وبطلان الشرط، لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. العمرة، العمرة بالضم، بضم العين المهملة، العمرة بالضم اسم من الإعمار. تقول أعمرته الدار، أعمرته الدار عمرة، يعني جعلتها عليه، جعلت الدار عليه ليسكنها طيلة عمره، جعلت الدار له ليسكنها طيلة عمره. فإذا مات هذا الإنسان الذي جعلت الدار له يسكنها طيلة حياته مات، الآن تعود هذه الدار لي أنا المعمر، تعود هذه الدار لي أنا المعمر. كان هذا الفعل كان شائعا في الجاهلية، هذا العمل كان شائعا في الجاهلية. يأتي إنسان ما عنده دار، يقول له شخص جعلت لك هذه الدار عمرا، يعني اسكنها ما دمت على قيد الحياة. وكان مفهوما عندهم أنه إذا مات المعمر له ترجع الدار إلى المعمر، ترجع الدار إلى ملك المعمر. ولكن هذا المعنى اختلف كأنه في الشريعة. الآن يبين لنا، يبين هذا كان المعنى في الجاهلية، هذا معنى العمرة في الجاهلية. الآن شرع يبين لنا معنى العمرة في الإسلام، هو نفس المعنى ولكن يختلف الحكم. الآن يختلف حكمها. يعني في الجاهلية، في الجاهلية إذا مات كان في الجاهلية حكمها في الجاهلية إذا مات المعمر له ترجع الدار إلى المعمر وتكون قد انتهى. الله. قال وهي أن يجعل داره له عمره، يعني أن يجعل داره للمعمر له كما قلنا مدة عمره. وهي أن يجعل داره له عمره، وإذا مات يعني المعمر له، إذا مات المعمر له ترد عليه، يعني ترد على المعمر، ترد على المعمر. يعني كأن هذه العمرة أحبابنا هي هبة بشرط، كأنه لما قال له أعمرتك هذه الدار، يعني كأنه قال له وهبتك هذه الدار طيلة عمرك بشرط أن ترد علي. انتبه، بشرط، صارت هبة مشروطة، صارت هبة مشروطة. وهبتك هذه الدار، كأنه هكذا قال وهبتك هذه الدار طيلة عمرك بشرط أن ترد لي الدار بعد وفاتك، بعد موتك، أو ترد قد أنا أموت قبلك، أنا الذي أعمرتك هذه الدار قد أموت قبلك، بشرط أن تعود هذه الدار إلي إذا مت قبلي، وأن تعود إلى ورثتي إن مت قبلك. هكذا كان معنى العمرة. طبعا هذه العمرة جائزة،
لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال هي جائزة، هذه العمرة جائزة. نعم. الله، ما هو حكمها؟ بيّن حكمها بقوله وهي جائزة للمعمر له، للمعمر له، يعني أنت الموهوب له إن صح التعبير، جائزة للمعمر له في حال حياته ولورثته من بعده. انتبه، الأصل في العمرة أنه إيش؟ أن يقول له إذا مات المعمر له ترجع الدار للمعمر أو لورثته، هذا كان الأصل في الماضي. فجاء الإسلام وأباح أصل العمرة، ولكن أبطل هذا الشرط، أبطل هذا، يعني غير فيها، يعني جعلها تبقى دائما هذه الدار لمن؟ تبقى هذه الدار دائما للمعمر له، فإذا مات ترجع إلى ورثته، إلى ورثة المعمر له، لا إلى ورثة المعمر. قال وهي جائزة للمعمر له في حال حياته ولورثته، لورثة المعمر لهم من بعده. لماذا حصل هذا؟ قال لصحة التمليك، يعني هذا الآن صار تمليكا، وبطلان الشرط، شرط من؟ شرط المعمر، لأن المعمر شرط أن ترجع هذه الدار إلى ملكه، متى؟ إذا مات المعمر له. قال لصحة التمليك وبطلان الشرط، فهو شرط فاسد، هذا شرط فاسد. نعم. قال لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، يعني كأن قائلا قال هذا شرط فاسد، فينبغي أن يكون العقد فاسدا. فماذا أجابك الشيخ؟ قال انتبه، مر معنا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. الله. أما بالنسبة للبيع، أظن مر معنا سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره، مر معكم أن البيع يبطل، البيع يبطل بالشروط الفاسدة. الله. قال والرقبة وهي أن يقول له أرقبتك هذه الدار، أو هذه الدار لك رقبة، ومعناه إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي. الله. والرقبة كأنها مأخوذة من المراقبة، مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد من الطرفين يرقب موت صاحبه لتبقى الدار له. الرقبة كأنها مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الطرف الآخر كي يموت من أجل أن تصير الدار له. لذلك لما قال بيّن معنى الرقبة، قال وهي أن يقول له أرقبتك هذه الدار، أرقبتك هذه الدار. نعم، يعني هذه الدار هي لك مدة حياتك، مدة حياتك، على أنك إن مت قبلي، هكذا معنى الرقبة، يعني إن مت قبلي عادت الدار إلي، وإن مت قبلك فهذه الدار لك. وهذا كذلك كان من العقود الشائعة في الجاهلية. نعم. فكأن المرقب يقول للمرقب له، يقول له هذه الدار هي لآخرنا موتا، هذه الدار هي لآخرنا موتا. قال وهي أن يقول له أرقبتك هذه الدار، أو هذه الدار لك رقبا، ومعناه إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي. ما حكمها؟ قال وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه تعليق التمليك بالخطر،
ما المراد بالخطر؟ المراد بالخطر هنا موت الممّلك، موت الممّلك قبل موت المملك، أي نعم، قبل المملك له، قبل المملك له، أي نعم. الله. يعني كما قلت قبل قليل مولانا، الرقبة، معنى الرقبة لما معنى الرقبة، لما كان معنى الرقبة يتضمن انتظار، يتضمن انتظار الموهوب له، لما كان معنى الرقبة يتضمن انتظار الموهوب له موت الواهب، موت الواهب، اي نعم. وهذا الانتظار يكون التمليك، يكون التمليك، اي نعم، فيه تعليق للخطر. هذا المراد بالخطر، ان الموهوب له ينتظر موت الواهب، موت الواهب. وهذا الذي جعل العقد باطلا، جعل العقد باطلا، اي نعم. لماذا كان باطلا؟ قال لانه يجوز ان يموت الموهوب له قبل الواهب، يجوز ان يموت الموهوب له قبل الواهب. الله. قال فاذا سلمها اليه على هذا، فاذا سلمها اليه على هذا تكون عارية. ايش على هذا؟ اما ان نقول على هذا يعني على هذا الشرط، او نقول على هذا يعني على القول ببطلانها. فان سلمه الدار على هذا يعني على القول ببطلانها تكون الدار يعني عارية، تكون عارية له اخذها متى شاء، له يعني للمرقب ان ياخذ الدار متى شاء، تكون عارية. ليه؟ قال لأن هذا العقد لما قاله أرقبتك هذه الدار ماذا تضمن؟ تضمن أن المرقب قال للطرف الآخر، أو هذا العقد الذي جرى بينهما يتضمن إطلاق الانتفاع بهذه الدار، يتضمن إطلاق الانتفاع بهذا الدار. فكأن المرقب أطلق للمرقب له، أطلق له الانتفاع بهذه الدار فكانت عارية، فللمرقب أن يأخذ الدار متى شاءت، متى شاء، متى شاء. وقال أبو يوسف هي جائزة، هي هذه الرقبة جائزة. ليه؟ قال لأن قوله داري لك، داري لك، ما قال داري لك رقبة، فلما قال داري لك قال هذا تمليك، لأن قوله داري لك تمليك، وقوله رقبة شرط فاسد، شرط فاسد، فيبطل كما العمرة. يعني قلنا في العمرة قبل قليل أن العمرة هي هبة، والشرط الموجود ضمنا في العمرة قلنا هذا شرط فاسد، وقلنا الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وأبو يوسف يرى أن قوله هذه داري لك رقبة، أخذنا القسم الأول من الكلام داري لك، قال هذا هبة، هذا تمليك هبة، ثم جاء الشرط، الشرط هو شرط فاسد، والهبة كما تقرر عندنا لا تبطل بالشروط الفاسدة، فصحت الرقبة عند أبي يوسف. الله. على كل مولانا، قال بعض الفقهاء، بعض فقهائنا قال سبب الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف، سبب الخلاف أنهما اختلفا في معنى الرقبة، أنهما اختلفا في معنى الرقبة، نعم. فلما رأى أبو يوسف رحمه الله أن هذا اللفظ داري لك رقبة، لما رأى هذا اللفظ أنه تمليك، هذا تمليك للحال مع انتظار الموهوب له موت الواهب، جعله هبة، والانتظار شرطا فاسدا،
فأبطل أبطل الشرطة وأجاز وأجاز العقد. أما سيدي أبو حنيفة رحمه الله ومحمد جعلا المراقبة وأن يرقب كل واحد منهما موت الآخر، جعلا هذه المراقبة جعلاها في نفس التمليك، جعلاها جزءا من التمليك، لذلك أبطلا التمليك كله. نعم. قال في التصحيح قال الإسبيجابي والصحيح قولهما. شرع الآن في مبحث هام وهو الاستثناء في الهبة، أن تهب إنسانا شيئا ما، ثم بعد ذلك تستثني منه شيئا، ما حكم هذا الاستثناء؟ ما حكم المستثنى؟ قال من وهب جارية لزيد من الناس إلا حملها، كانت حاملا، ومن وهب جارية إلا حملها أو على أن يردها عليه، يعني أو وهبها له على أن يردها الموهوب له عليه على الواهب، يعني هذه هبة كذلك بشرط، وهبتك هذا الجهاز على أن ترده علي بعد فترة. قال من وهب جارية إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها، يعني وهبتك هذه الجارية بشرط أن تعتقها، يعني بشرط أن يعتقها الموهوب له، أو يعتقها أو يستولدها، أو وهبتك هذه الدار هذه الأمة على شرط أن تستولدها، يعني استولدها الموهوب له، يعني إيش استولدها؟ يعني بشرط أن وهبتك هذه الأمة بشرط أن تتخذها أم ولد لك. إنام. ما الحكم؟ قال صحة الهبة. وقبل قليل مرة معنا أحبابنا أن الشرط، ذكرنا أكثر من مرة أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، قال صحة الهبة. هذا شرط هنا الآن جعل له شروطا، قال صحة الهبة ليه؟ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، وبطل الاستثناء يعني في الحمل، الله. طبعا كما بطل الاستثناء في الحمل كذلك تبطل سائر الشروط، وسيذكر هذا. قال وبطل الاستثناء في الحمل، لماذا بطل الاستثناء في الحمل؟ قال لأن الاستثناء إنما يعمل في المحل الذي يعمل فيه العقد، وهبة الحمل، جميل في انظار، وهبة الحمل لا تجوز. نعم. فالهبة لا تعمل في الحمل، لأني لو أنا بالأصل لو قلت لك وهبتك الحملة الذي في بطن الجارية أو في بطن هذه الناقة، لا تصح هذه الهبة. وقال الاستثناء يعمل في المحل الذي يعمل فيه العقد، وعقد الهبة لا يعمل في الحمل، نعم. قال لأن الاستثناء يعني إنما يعمل في المحل الذي يعمل فيه العقد، وهبة الحمل لا تجوز. لماذا هبة الحمل لا تجوز؟ قالوا لأن الحمل بالنسبة للجارية، والحمل كذلك بالنسبة للناقة وغيرها، الحمل هو كالوصف. نعم. فصار الحمل كجزء من أجزاء الأمة. هل يجوز لك أن تقول لزيد من الناس وهبتك يد الأمة أو رجلها أو رأسها؟ ما يصح هذا، لا يصح. فإذا كان لا يصح
هبته لا يجري عليه الاستثناء، لا يجري عليه الاستثناء. قال لأنه إنما يعمل في المحل الذي يعمل فيه العقد، وهبة الحمل لا تجوز، فلا يجوز استثناؤه، فلا يجوز استثناؤه. الله. قال وكذا يبطل الشرط، وكذا يبطل الشرط. لمخالفته مقتضى العقد، يعني وكذا يبطل الشرط في الهبة. لما إذا قلت لك أنا وهبتك هذا الكتاب على أن تبيعه، وهبتك هذا الكتاب على أن تبيع أو على أن ترجعه إلي، نعم، ما الحكم؟ صحة الهبة وبطل الشرط. لما؟ قال لمخالفته مقتضى العقد، وهو يعني مقتضى العقد ثبوت الملك مطلقا، ثبوت الملك في العين الموهوبة، ثبوت الملك في العين الموهوبة للموهوب له مطلقا. نعم، ايش يعني مطلقا؟ يعني بدون تقييد بشرط، مطلقا بدون تقييد بشرط. فتصح الهبة ويبطل الشرط. قال والصدقة على الفقير كالهبة، يعني شرع الآن في الحديث عن الصدقة بشكل خاص، لأن الصدقة كما تعلمون تشارك الهبة تقريبا في جميع الشروط، الصدقة تشارك الهبة في جميع الشروط إلا أنها تخالفها في الحكم. الصدقة تشارك وتوافق الهبة في جميع الشروط، ولكن تخالفها في الحكم، تخالفها في الحكم. اي نعم، لذلك لما كانت الهبة، لما كانت الصدقة توافق الهبة في جميع الشروط ذكر الصدقة في بحثي او في كتاب الهبة، في كتاب الهبة. ولكن أكرر، تخالف الهبة الصدقة الهبة في الحكم، وسيأتي معنا. قال والصدقة على الفقير كالهبة، كالهبة لجامع التبرع، لجامع التبرع، يعني الوجه الجامع بين الصدقة والهبة أن كل منهما تبرع. قال ولذا لا تصح إلا بالقبض، لا تصح الصدقة إلا بالقبض، يعني القبض الكامل، القبض الكامل الممكن في الموهوب، في الموهوب له أن يتمكن أن يقبضها قبضا كاملا. نعم، كي تصح الصدقة. قال لأنها تبرع، لأنها تبرع كالهبة، لأنها تبرع كالهبة. تذكرون أحبابنا أن ذكرنا في أول مبحث الهبة، أن التخلية، عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تعتبر قبضا، بل لابد من القبض. يعني وأنا قلت للإنسان مثلا، وضعت أمامه مالا هكذا وقلت له خذ هذا المال ونويت به الصدقة، نعم، هل ولم يأخذ هذا المال، جاء وهلك هذا المال، سرق هذا المال، هل تصح هذه الصدقة؟ قال لا، لا تقع صدقة. ليه؟ لأن الصدقة لا تصح إلا بالقبض الكامل. وأنا لما جعلت له المال بين يديه هذا اسمه إيش؟ تخلية. إيش يعني تخلية؟ يعني خليت بين المتصدق عليه وبين المال من الموانع، خليت الموانع، ما في موانع للقبض، هذه تخلية، خليت المال من الموانع. هذه التخلية ليست قبضا عند سيد أبي حنيفة وعند أبو يوسف، ومر معنا هذا في أول مبحث الهبة، فقال لا تصح يعني الصدقة إلا بالقبض الكامل،
لأنها تبرع كالهبة، كما أن الهبة لا تصح إلا بالقبض الكامل. قال: ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، لا تجوز في مشاع يعني يحتمل القسمة، لا تجوز يعني الصدقة كذلك، في مشاع يحتمل القسمة. الله. فإذا الصدقة كذلك لا تجوز إلا محوزة، إلا محوزة. إيش يعني محوزة؟ قلنا أكثر من مرة محوزة يعني مجموعة، إلا مجموعة مفرغة عن ملك المتصدق، عن ملك المتصدق، ليستطيع المتصدق عليه من الانتفاع بها. الله. قال: ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة لما مر، لما مر يعني يقصد من ذلك من أن الهبة فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة، ومر معنا هذا. إذا ونفهم من هذا أحبابنا أن الشيوع في الصدقة يمنع تمام القبض المشروط، كما مر معنا هذا في الهبة، أن الشيوع في الموهوب، الشيوع في العين الموهوبة يمنع كذلك تمام القبض، لا بد أن يكون الموهوب والمتصدق به محوزا. قال: ولكن إذا تصدق على فقيرين بشيء يحتمل القسمة، بشيء يحتمل القسمة، يعني تصدقت على اثنين بعشر دراهم، كل درهم لوحده، كل درهم لوحده جاز، لأن المقصود في الصدقة هو الله تعالى، وهو واحد، وهو الله جل وعلا واحد، فلا شيوع، فلا إذا لا شيوع إذا كان المتصدق عليه متعددا، لا شيوع إذا كان المتصدق عليه متعددا، ولكن بشرط أن يكون المتصدق به يحتمل التقسيم. ليه؟ قال: لأن المقصود بالصدقة الله جل وعلا وهو واحد، فلا شيوع. قال: والفقير نائب عنه في القبض، عن الله عز وجل في القبض. لذلك كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندما ترسل الدرهم للفقراء، تتصدق بالدراهم والدنانير، كانت تطيب هذه الدراهم، كانت تجعل على تمسحها بالطيب، فسئلت عن ذلك فقالت أن هذه الدراهم تقع في كف الرحمن كما جاء في الحديث، قبل أن تقع في كف هذا الفقير، وهذه لله جل وعلا ينبغي أن نطيبها، وهذا من الأدب مع الفقير، هذا من الأدب مع الفقر، بل هذا من الأدب مع الله عز وجل، لأن الإنسان يلاحظ منا أنه ينفق لله لا لشيء آخر. قال: والفقير نائب عنه، عن الله جل وعلا في القبض، كالساعي في الزكاة، كالساعي هو نائب، الساعي هو نائب عن الفقراء، الساعي الذي يرسله الإمام لقبض الصدقات، نعم، هذا الساعي هو نائب عن الفقراء في قبض الزكاة، نائب عن الفقراء في قبض الزكاة. إينا. الله. قال: ولا يصح الرجوع في الصدقة، ولا يصح الرجوع في الصدقة على غني، ولا يصح الرجوع في الصدقة ولو على غني استحسانا، هداية، ولا يصح الرجوع في الصدقة يعني ولو كانت الصدقة، طبعا مر معنا أو كنتم تعلمون أن الصدقة تجوز ولو كانت على غني، الصدقة جائزة ولو كانت على غني. فقال يعني أنت تستطيع أن تتصدق على غني، تعطيه هدية، تعطيه مالا، وتنمي بذلك الصدقة عليه، يصح. ولا يصح الرجوع في الصدقة ولو على غني استحسانا، هداية، بعد القبض، بعد أن يقبضها، لأن المقصود هو الثواب، لأن المقصود من التصدق على الفقير وعلى الغني الثواب. إنعم. انظر هذا الكلام الآن، هذا أحد الفروق بين الصدقة وبين الهبة. مر معنا أحبابي أن المقصود من الهبة غالبا العوض، غالبا العوض، لذلك كان للواهب
الرجوع كان للواهب، الرجوع في الهبة ما لم يحصل على العوض. أما هنا المقصود من الهبة من التصدق ما هو؟ الثواب. المقصود من الهبة الثواب وليس العوض، وقد حصل الثواب، لذلك ليس للمتصدق أن يرجع بالهبة. فصارت إذن الصدقة، صارت الصدقة كهبة عوض عنها الموهوع الواهب، صارت الصدقة كهبة عوض عنها الواهب. ما هو العوض الذي حصله؟ الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، لأنه هو المقصود. الله. قال: من نذر أن يتصدق بماله، نذر أن يتصدق بجميع ماله بكل ماله، قال تصدق أي لزمه، أن هذا نذر لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة، لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة استحسانا، لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة استحسانا. يعني لما هو قال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بمالي، ما هو المراد بالمال؟ ما هو المراد بالمال؟ قال المراد بالمال هو ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. يعني مثلا فلان عنده عقار بيت ثمن مبالغ هائلة 2000، 3000، 10000 درهم، ومعه كذلك مثلا عنده غنم، وعنده بقر، وعنده عروض تجارية، وعنده أموال دراهم ودنانير. فلما قال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بجميع مالي، كلمة المال هذه تتناول فقط البهائم التي عنده والأموال التي في صندوقه والعروض التجارية التي عنده، لا تتناول السيارة العربية التي عنده، لا تتناول العقار الذي يملكه لغير التجارة إنما ملكه للسكنة، لا تتناول أدوات عنده مصنع مثلا، هذه الآلات لا تتناول، هذه الآلات إنما المال يتناول فقط ما تجب فيه الزكاة. قال: ومن نذر أن يتصدق بماله، تصدق أي لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة استحسانا. يعني كأن وجه هذا الاستحسان، نعم، أنه قيس لهذا الناذر ما أوجبه على نفسه، قيس يعني قاس ما أوجب هذا الناذر على نفسه، قاسوه على ما أوجبه الله عز وجل. الباري تبارك وتعالى لم يوجب عليك أن تخرج زكاة هذا العقار الذي تملكه، ولكن أوجب عليك زكاة هذه البهائم التي عندك. فإذا أنت نذرت أن تتصدق بمالك، فجعلنا هذا المال فقط مقصورا على ما أوجب الله الزكاة فيه. الله. والقياس أن يلزمه، انتبه، لما قال بجميع مالي يعني عنده عروض تجارية بده يتصدق بكل هذه العروض، ما يبقي عنده منه ولا عرض واحد، بده يتصدق بجميع الأغنام البهائم اللي عنده، بده يتصدق بجميع المال، ولا درهم بيخلي يترك في جيبه، ولا يترك ولا درهما في صندوقه أو جيبه، يتصدق بالجميع. طيب كيف أعيش أنا؟ كيف أعيش؟ قالوا يترك مقدار من المال ما يستطيع أن يعيش به مع أهله، وثم يعتمل حتى يأتي بمال جديد. يعني مثلا ترك معه 1000 درهم من أجل أن يعيش ب1000 درهم مثلا سنة، ثم صار يعمل بهذا 1000، فهذه 1000 ولدت 100 يتصدق بها، فيصبح الآن في ذمته 900، ثم ولدت 100 ثانية يتصدق فيها، بقي في ذمته 800، وهكذا حتى يتصدق بمقابل 1000 التي أبقاها في ذمته.
فهذا الوفاء بهذا النذر واجب عليه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله. وربما يعني هذا الأمر يفعل أحباب، الإنسان أصيب بمرض العضال مثلا، أصيب بمرض عضال لدى يعني عجز الأطباء عن معالجته وهو صاحب أموال كثيرة، فقال إن عافاني الله عز وجل من هذا المرض لأتصدقن بجميع مالي، فعافاه الله عز وجل. ما الحكم؟ ما الحكم؟ يجب عليه أن يتصدق بجميع هذا المال. أين؟ الله. قال والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله، يعني حتى العقار الذي يملكه للسكنة والسيارة التي هي حاجة أصلية له والعبد الذي هو حاجة أصلية له، القياس أن يتصدق بجميع ما يملك، لأن المال اسم لما يتمول، اسم لما يتمول يعني لما يدخر مع إباحة الانتفاع به شرعا، ومر معنا هذا، لأن المال اسم لما يتمول. قال وهو شامل لما تجب فيه الزكاة وغيره، يعني ولغيره. وجه الاستحسان، وجه الاستحسان أن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله تعالى، إيجاب العبد، فالعبد أوجب على نفسه أن يتصدق بجميع ماله، أي نعم، فيعتبر هذا الكلام بما بالمال الذي أوجب الله فيه الزكاة، أي نعم. يعني العبد، العبد ليس له ولاية الإيجاب الابتدائي، ليس له أن يبتدئ إيجابا على نفسه، فالباري تبارك وتعالى نعم لم يوجب عليك الزكاة في العقار الذي تملكه، وكذلك أنت لا تملك أن توجب على نفسك الزكاة مثلا في العقار، ولك لك أنت أن تتصدق نافلة، أما أن توجب ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. قال رجل استحسان أن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله تعالى، فينصرف إيجابه، إيجاب العبد يعني إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال، إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. قال ولأن الظاهرة، ولأن الظاهرة يعني الظاهر من ماذا؟ الظاهر من النذر بالتصدق بجميع ماله، الظاهر من النذر بالتصدق بجميع ماله، لأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله، من فاضل ماله، وهو مال الزكاة، وهو يعني الفاضل من ماله هو مال الزكاة، هذا ظاهر النذر الذي وقع منه هداية. قال ومن نذر أن يتصدق بملكه، انتبه الآن اختلف اللفظ، الأول نذر أن يتصدق بماله فينصرف إلى المال الذي أوجب الله فيه الزكاة، الآن قال لا، النذر اختلف، قال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بما أملك، بما أملك، انظر الآن. قال لازمه أن يتصدق بالجميع، بالجميع يعني بما تجب فيه الزكاة وبغيره، وبغيره. قال لأنه يعني لأن لفظ الملك، لأنه لأن لفظ الملك أعم من لفظ المال، لأن المال مقيد بإيجاب الشرع، يعني لفظ المال قال أن المال مقيد بإيجاب الشرع، لأن المال مقيد بإيجاب الشرع، يعني لفظ المال، لفظ المال، لفظ المال إذا أطلق، لفظ المال إذا أطلق في باب النذر إن صح التعبير، أو في باب الهبة، أو في باب الصدقة، إذا أطلق لفظ المال في هذا الباب فهو مقيد النذر، فهو مقيد عفوا المال، لفظ المال إذا أطلق في هذا الباب فهو مقيد بما أوجبه الله عز وجل، أو بما أوجب الله فيه الزكاة، بما أوجب الله فيه الزكاة. نعم. قال ولا تخصيص في لفظ الملك، ولا تخصيص في لفظ الملك، ففي لفظ الملك الشارع لم يخصص، ولا تخصيص في لفظ الملك. نعم. قال فبقي على العموم
يعني المال، انتبه أحباب، المال أنا عندما أطلق النذر في المال، الشارع خصص لي لفظ المال بما أوجب الله فيه الزكاة، والشارع لم يخصص لي في لفظ الملك شيئا، فإذا أطلقت الملك تنصرفها، تبقى هذه الكلمة على عمومها. أعيد، الشارع خصص لي لفظة المال بما تجب فيه الزكاة، فإذا قلت لئن شفى الله مريضي لا أتصدقن بمالي، يكون هذا المال ليس عاما وإنما هو خاص بما خصصه الله عز وجل، وهو ما تجب فيه الزكاة، لأن الشارع خصص المال بما تجب فيه الزكاة. أما الملك، إذا قلت لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بما أملك، الشارع لم يخصص الملك، جعل الملك مطلقا، فينصرف، يبقى هذا اللفظ على عمومه. قال ولا تخصيص في لفظ الملك، فبقي لفظ الملك يعني على العموم. قال والصحيح أنهما سواء، والصحيح أنهما يعني أن لفظ المال ولفظ الملك سواء، لأن الملتزم باللفظين يعني بقوله نذر أن يتصدق بماله وبقوله نذر أن يتصدق بما يملك، الملتزم بهذين اللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر، هداية. إذن بعد أن ذكر لنا كلام القدوري بالتفريق بين الصدقة بالمال والصدقة بالملك، ذكر لنا أن الصحيح المعتمد أن المال والملك كلاهما سواء، يعني تجب، لو قال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بما أملك، المراد بالملك هنا ما تجب فيه الزكاة. قال وإذا لم يكن له مال، يعني هذا الشخص الذي أوجب على نفسه التصدق بماله أو التصدق بملكه، وإذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب، يعني ما عنده مال إلا 1000 درهم، وهذا يجب عليه أن يخرجها كلها. قال يقال له أمسك منه أي من المال الذي وجب التصدق به مقدار ما، أي شيئا يعني تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا غيره، فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت، لأن حاجته، حاجة العبد يعني، مقدمة لئلا يقع في الضرر، ولم تقدر لاختلاف أحوال الناس، ولم تقدر يعني النفقة التي يمسكها لنفسه، ولم تقدر النفقة التي يمسكها بمقدار معين، لم تقدر ليه؟ قال لاختلاف أحوال الناس، يعني أنت ما تنفقه أنت في شهرين ربما ينفقه غيرك لثلاثة شهور، ربما ينفقه غيرك بأسبوع. قال ولم تقدر لاختلاف أحوال الناس. وقيل المحترف الذي عنده مهنة يعمل بمهنة ما، حرفة، وقيل المحترف يمسك قوت يومه، ليه؟ لأنه هذا يأتيه كل يوم مال، يعمل مهنة معينة، خياط، سباك، نجار، كهربائي إلى غير ذلك. وقيل المحترف يمسك قوته اليوم. وصاحب الغلة يعني إنسان مثلا عنده عقار أرض، يقوم بتأجيرها نعم، ويأخذ الأجار بشكل شهر أو بشكل سنوي إلى غير ذلك. قال وصاحب الغلة لشهر يمسك أجار
يعني يمسك نفقة شهر، نفقة شهر، وصاحب الضياع، وصاحب الضياع لسنة، وصاحب الضياع لسنة، على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال. وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله، بقدر ما يرجع إليه. يعني مثلا إنسان تاجر معه 1000 درهم ونذر أن يتصدق بماله، ماذا يفعل؟ قال يمسك قسما من المال يتاجر به، بحيث أنه يستطيع أن يتاجر به ليرجع لنفسه 1000 درهم كلها التي نذر أن يتصدق بها. يعني طبعا يتصدق بعد ذلك اتباعا بما يخرج حتى يكمل 1000 درهم هداية. قال كتاب الوقف، كتاب الوقف مناسبته للهبة من حيث إن كلا منهما، كلا من الهبة والوقف يعني تبرع بالملك، الواقف يتبرع بما يملك، وكذلك الواهب يتبرع بما يملك. وقدمت الهبة لأنها تبرع بالعين، تبرع بالعين فهي أقوى، تبرع بالعين والمنفعة فهي أقوى من الوقف. قال لأنها تبرع بالعين والمنفعة جميعا، أما الوقف فهو تبرع بالمنفعة فقط، تبرع بالمنفعة فقط. لذلك سيأتي معنا أن الوقف، أن الوقف لو تلف الوقف أو خرب لا يباع ويقسم على الموقوف عليهم، لا، لأن حقهم بماذا هو؟ حقهم بالمنفعة وليس بالعين، فلا يصح هذا، وإنما يباع هذا جزء منه لإصلاح الجزء الباقي. تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا الوقف هو تبرع بالمنفعة فقط، فكان أقل درجة. الله لا إله إلا أنت سبحانك. قال وهو الوقف لغة الحبس، لغة الحبس هنا، وشرعا حبس العين، وشرعا حبس العين على ملك الواقف، على ملك الواقف. هنا ننتبه، سيأتي معنا الآن خلاف بين سيد أبي حنيفة رحمه الله وبين الصاحبين. قال شرعا حبس العين على ملك الواقف، كيف يعني حبس العين على ملك الواقف؟ يعني أنا عندما أقف، عندما أجعل هذه المسجلة وقفا، هذه المسجلة هي، أنا لما أوقفتها هي باقية على ملكي، هي باقية على ملكي في حياتي، وعلى ملك الورثة بعدي، وعلى ملك الورثة بعدي، حتى إنها تباع ويرجع ثمنها إما لي إن كنت على قيد الحياة أو لورثتي، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. إذا وشرعا هذا معنى إيش؟ حبس العين على ملك الواقف. معنى حبس العين على ملك الواقف يعني العين الموقوفة، والفقهاء بيعبروا عن ذلك بالرقبة، يعبرون عن العين، عن الذات بالرقبة. نعم، فملك الواقف يعني العين الموقوفة ما زالت على ملك الواقف في حياته وملك ورثته بعد وفاته. قال والتصدق، قال وشرعا حبس العين على ملك الواقف والتصدق، معطوف على حبس، والتصدق بالمنفعة، هذا هو الوقف، التصدق بالمنفعة عند الإمام، عند الإمام، عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا قال وعندهما هو حبسها، عند الإمام، عند الصاحبين هو حبسها، حبس العين على حكم ملك الله تعالى. الفرق بينهما على ملك الواقف وعلى ملك الله تعالى، قلنا على ملك الواقف إذا بيع الوقف يرجع
يرجع هذا المال إلى الواقف وورثته. أما على حكم ملك الله تعالى يزول ملك الواقف تماما وملك الورثة تماما عن العين إلى الله جل وعلا، على وجه تعود هذه المنفعة، منفعة العين بالكلية، إلى غير الورثة، إلى غير المالك وإلى غير الورثة. فيلزم عليه أن العين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لا تباع ولا توهب ولا تورث. ليه؟ لأنها خرجت عن ملك الواهب، خرجت عن ملك الواهب. أما على قول سيد أبي حنيفة رحمه الله، الوقف هو حبس العين على ملك الواقف، يعني هو لم يخرج من ملك الواقف، لم يخرج من ملك الواقف، وإنما تصدق بالمنفعة. قال: لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند سيد أبي حنيفة، لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند سيد أبي حنيفة، أي لا يلزم، يعني لا يلزم، انتبه، لا يلزم من كونك وقفت هذا العقار أن يزول عن ملكك. لذلك قال: فيصح الرجوع عنه. أنا إذا وقفت هذا العقار يصح لي أن أرجع عن هذا الوقف، ولكن طبعا مع الكراهة، مع الكراهة، فيصح الرجوع عنه، عن الوقف، ويجوز بيعه، ويجوز بيعه كما في التصحيح عن الجواهر، إلا بأحد أمرين. إذا حصل واحد من أمرين ليس لك أن ترجع أيها الواقف عن وقفك، وليس لك أن تبيعه، وليس لك أن تهبه. قال: إلا بأحد أمرين. الأول: أن يحكم به الحاكم المولى، أن يحكم، يعني أن يحكم بالوقف، بثبوت الوقف، أن يحكم بثبوت الوقف الحاكم المولى، يعني الذي ولاه الإمام وهو القاضي. الحاكم المولى يعني الذي ولاه الإمام القضاء. فإذا أن يحكم به الحاكم المولى، قال: لأنه مجتهد فيه، لأن الوقف، الوقف مجتهد به، فيه خلاف، يعني هل يخرج عن ملك الواقف أو لا يخرج عن ملك الواقف، فيه خلاف. من الذي يخصم هذا، ينهي هذا الخلاف؟ قضاء القاضي. فإذا قضى القاضي بلزوم هذا الوقف، ليس للواقف أن يسترد شيئا من هذا الوقف، خرج عن ملكه، يخرج عن ملكه. إذا لا يخرج ملك الوقف عن الواقف عند سيد أبي حنيفة رحمه الله إلا بواحد من أمرين. الأمر الأول: أن يقضي القاضي، أن يقضي القاضي بثبوت هذا الوقف. قال: وصورة الحكم، صورة الحكم، يعني صورة قضاء القاضي بلزوم الوقف، ما هي صورته؟ أن يسلم الواقف وقفه، وقف الواقف، أن يسلم، عفوا، أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولي، إلى المتولي، ثم يريد أن يرجع، ثم يريد أن يرجع، يعني أن يرجع الواقف عن الوقف، ثم يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم. نعم، فأنا مثلا الآن وقفت هذا العقار لمصالح الفقراء وسلمته لمتولي الوقف، جعلت شخصا يتولى أمر هذا الوقف وسلمته إياه، وبدأ الآن هذا المتولي بالسماح للفقراء بالانتفاع من هذا العقار بالسكنة وغير ذلك، بعد سنتين، ثلاثة، أربعة، خمس سنوات، قلت له: تعال يا أخي، أنا أريد أن أسترد هذا الوقف. قال لي: لماذا؟ قال: هذا الوقف غير لازم علي، غير لازمين علي، وأنا أستطيع أن أسترد هذا الوقف. فحصل خصام، امتنع المتولي أن يرد العقار لي، فحصل خصام بيني وبينه، ورفع الأمر إلى القضاء. قال: فيختصمان إلى القاضي، فيقضي القاضي باللزوم، فيقضي القاضي باللزوم، فيلزم، فيلزم عندها الوقف عند الإمام، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: فيلزم الوقف ويخرج من ملك الواقف، يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله عز وجل. هنا قال: فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم كما في الفيض. إذن هذه إيه صورة الحكم. قيدنا بالمولى، قيدنا بالمولى، يعني أن يحكم به الحاكم المولى،
قيد الحاكم بالمولليه، قال ليخرج، لأن المحكم بتحكيم الخصمين، المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع الخلافة على الصحيح. من هو المحكم؟ من هو المحكم؟ المحكم إذا صار بيني وبينك أنت الآن خصام حول مسألة في حادثة معينة، خصام بيني وبينك، لا نريد أن نرفع الأمر إلى القاضي، لا نريد أن نرفع الأمر إلى القاضي، فأتفق أنا وأنت على زيد، زيد هو الذي هو حكم بيني وبينك، هو الذي يفصل الخصام بيني وبينك، أتفق أنا وأنت، فنفوض الحكم في هذه المسألة للمحكم. طبعا أحبابي هنا لابد من التنبيه، وسيأتي معنا فصل خاص في قادم الأيام إن شاء الله هو الحديث عن المحكم. قول المحكم ملزم للطرفين، ملزم للطرفين. نعم. قال ولكن قول المحكم لا يرفع الخلاف، قول المحكم لا يرفع الخلاف، لذلك قيد الحاكم بالمولى، يعني الذي ولاه الإمام القضاء، قيدنا بالمولى لأن المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع الخلاف على الصحيح، لا يرفع الخلاف على الصحيح. لذلك قالوا لو حكم المحكم بين خصمين ثم رفع أحدهما الأمر إلى القضاء، للقاضي يملك إبطال حكم المحكم، القاضي يبطل يملك إبطال حكم المحكم، لأن حكم المحكم لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف. إنا الله لا إله إلا الله. قال أو يعلقه بموته. الآن الأمر الثاني الذي يخرج الوقف به عن ملك الواقف عند سيد أبي حنيفة رحمه الله أن يعلقه بموته، يعني أن يعلق الواقف الوقف بموته، أن يعلق الواقف الوقف بموته، فيقول إذا مت فقد وقفت داري مثلا، يعني على كذا، على الفقراء، يعني مثلا عندي مكتبة أقول إذا مت أنا، إذا مت فهذه المكتبة وقف على الفقراء، على طلاب العلم فرضا، فيتخرج الآن، تخرج عن ملكي، تخرج عن ملكي. الله. قال فالصحيح أنه كوصية، الصحيح أنه لو قال، أنه لو قال إذا مت فقد وقفت داري على الفقراء، الصحيح أنه أن هذا الكلام هو صار وصية، صار فالصحيح أنه كوصية يلزم من الثلث بالموت، نعم، لا قبله، لا قبل الموت، كما في الدر، كما في الدرب، فصار كما أنه كما لو أوصى. وقال أبو يوسف يزول الملك بمجرد القول، يزول الملك عن الواقف بمجرد ما قال وقفته، بمجرد ما قال وقفته، يعني ما يحتاج إلى أي شيء آخر، لا يحتاج إلى أي شيء آخر. وقال أبو يوسف يزول الملك بمجرد القول، هذا في المشاع، قال في المشاع وغيره، في المشاع وغيره، سلم إلى المتولي أو لا، ذكر جهة لا تنقطع أو لا، ذكر جهتان لا تنقطع، كأن يقول مثلا وقفت هذه الدار للفقراء، لفقراء المسلمين، هذه جهة لا تنقطع. أما لو قال وقفت هذه الدار على زيد، على زيد، فهذه جهة تنقطع، بمعنى أن زيد يموت، بعد زيد من تكون الوقف؟ واضح. فأبو يوسف قال بمجرد ما قال الواقف وقفت هذه الدار خرجت عن ملكه مطلقا، لا تحتاج إلى ضم شيء آخر، لا إلى تسليم، لا إلى ذكر جهة، لا إلى تقسيم، حتى في المشاع، حتى في المشاع يخرج الوقف عن ملك الواقف مطلقا. وقال أبو يوسف يزول الملك بمجرد القول في المشاع وغيره، سلم إلى المتولي أو لا. هنا المراد بالمتولي من أحبابنا؟ متولي الوقف وليس الحاكم،
الذي ولاه الإمام القضاء، لا، المتولي متولي الوقف، يعني المسؤول عن رعاية الوقف. كل واحد منا عندما يقف شيئا، عندما يقف شيئا يوظف عليه شخصا يتولى أمور هذا الوقف بعد وفاة الواقف، أو في حياة الواقف، في حياة الواقف. قال سلم إلى المتولي أولى، ذكر جهة لا تنقطع أولى، كان في التصحيح عن الجواهر. الله. وقال محمد لا يزول الملك، لا يزول ملك العين الموقوفة عن ملك الواقف، عن ملك الواقف، حتى يستوفي أربعة شرائط، حتى يستوفي أربعة شرائط، وهي أن يجعل للوقف وليا، أن يجعل للوقف وليا. طيب نقف هنا أحبابنا، نقف هنا عن قول الإمام محمد رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.